السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ونحن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نكمل أو نستمر مع منتصر الزيات، والذي نشرت له مقطع فيديو يتكلم عن الشيعة بأن الشيعي إذا دخل أو تشيع إذا دخل في مصر أو إذا سمعت بشيعي سأذهب إلى رأسه ثم أفعل كذا عن جسمه، والكلام موجود في الفيديو الذي إن شاء الله تشاهدونه من خلال البحث عنه. هذا الفيديو إن شاء الله يقولها بكل صراحة، كل الأديان يعني يهودي نصراني الكل إلى الحرية بأن يعبر عن ما يريد، يقول ما يريد، يفعل ما يريد، لكن إلا الشيعة. نعم عادي جدا انه اسمح لنصراني، عادي جدا انه اسمح ليهودي انه يتكلم بعقيدته اللي هي يسب الرسول ويسب الذات الالهيه ويكفر بنا، عادي جدا، لكن اسمع شيعي لا، هذا الشيء مرفوض. لنستمع ان شاء الله الى تمام الكلام وبعدها نرجع بالتعقيب، فخليكم. القانون يعني هل هنالك نص يعني يحدد من الانتماءات المذهبية، الانتماءات الدينية، هل هنالك من عائق ونحن نتحدث عن دولة مدنية في مصر؟ سيدي الكريم، نحن لا نتكلم عن حريات دينية، فالحريات مكفولة وليس هناك أصلا أي يعني إشكالية من أن هناك من يدين بالنصرانية أو من يدين بمذهبية معينة، ولكن فرق كبير بين من يدين بديانة وبين من يفرض ممارسات معينة وبين من يحاول أن يوجه قبلته إلى خارج هذا الوطن كما يحدث من بعض الطوائف أو بعض الملل. فهناك فرق شاسع بين هذا الأمر مسألة وجود قانون، حتى لو لم يجد هناك، لو يعني لم يجد يعني سيد هشام يعني يسمح الإسلام يسمح يحث نعم يسمح على أنه لا إكراه في الدين، يسمح لديانات أخرى أن تمارس طقوسها في مصر ولا يسمح لمذاهب أخرى ضمن الدين الواحد؟ لا، من يمارس طقوسه في مصر لابد أن يمارس طقوسه في الإطار المحدد له وليس في إطار يسبب أو يمثل فتنا معينة. ما هو الإطار المحدد كما هو للشيعة في مصر؟ يراد من قبل الشيعة وبالذات الإيرانيين. أستمع مرة أخرى للسؤال. سألتك سيدي ما هو الإطار المحدد مرة أخرى بعد إذنك. ما هو الإطار المحدد لممارسات الشيعة في مصر؟ الشيعة في مصر للأسف يحاولون أن يخرجوا بممارساتهم إلى العلن ويحاولون أن ينشرونها في المجتمع، ويحاول النظام الإيراني دفعهم أيضا دفعا إلى أن يعلنوا بمثل هذا الأمر، بل يحاول السيطرة على بعض الأنظمة الأخرى. والأستاذ أبو الحسن بن الصدر قد أعلن قبل ذلك في 2005 أنه قد تحدث مع الخميني وقال أنه ينوي نية قاطعة على أن يشكل حزاما شيعيا في دول إسلامية وعربية، وتكون بالفعل في العراق وإيران وسوريا ولبنان كما كان ينوي الخميني، ثم ينطلق بعدها إلى الدول العربية والإسلامية. هذا ما يريدونه، وبالتالي هذا الأمر مرفوض رفضا قاطعا. أما نقطة ممارستهم فممارستهم تخرج للعلن حتى يحاولوا أن يأتوا بهذا المد الإيراني وبتصدير الثورة الإيرانية الطائفية المذهبية إلى هنا، مسببين توترات في المجتمع. طيب وهذا ما نرفضه. نعم هذه وضحت الفكرة سيدي. أنهم يمارسون شعائر أو غيرها. نعم. فليمارس من يشاء ما شاء. نعم سيد أحمد، يعني أنتم متهمون دائما بالانتماء لإيران، يعني حتى ربما المذهب الذي تنتمون إليه دائما موصول بأنه أجندة إيرانية تريدون ممارستها أنتم في مصر وغيركم في بلدان أخرى. هل هنالك من يعني ربط بينكم وبين إيران، أم هنالك فقط يعني انتماء لمذهب ليس له خص في دولة معينة؟ يا سيدي الفاضل، التشيع موجود في مصر منذ أكثر من 1200 سنة وربما أبعد من هذا. يا سيدي الفاضل، لم أكن مضطرا ولم أكن بحاجة إلى أن أقول أن التشيع في إيران هو ثمرة التشيع وثمرة الدولة الفاطمية في مصر. دعنا نعود مرة أخرى إلى النقطة الأهم،
وهي أن هناك فئة في مصر هي أقل من أقلية، هي التيار السلفي، تتحدث عن إطار محدد. من الذي منح هؤلاء الحق في تحديد إطار؟ ثم ما هو هذا الإطار المحدد؟ هل هناك يعني حزب قائد وحاكم كما يجري كما كان يحدث في الدول التوتاليتارية أو النظم الشيوعية هي التي تحدد للناس الطريقة التي يأكلون بها ويلبسون بها؟ واقع الحال يقول أن هذا الكلام هو وهم كبير، وأن ما يجري هو محاولة من هذه التيارات للهيمنة الكاملة، ليس فقط على رقاب العباد البسطاء من أمثالنا، وإنما محاولة للهيمنة على المؤسسات الدينية والإمساك بقبضتها. نعم. إذا كان البعض السلفيون يشكون من مشروع إخوانة الدولة، فنحن نحذر ونؤكد على أن هناك مشروع آخر لسلفنة الدولة ووضع العباد والبلاد تحت هيمنة هؤلاء الناس. نعم. كما يجري في العربية السعودية ومجموعة من المطاوعة. نعم سيد أحمد. يطاردونك ويلزمونك بأشياء وقواعد. نعم. يسمونها أطرة محددة. نعم سيد أحمد. لا تساوي قيمة الكلمات. نعم. ولا أقول حتى المداد. حياكم الله من جديد اخواني اخواتي، مثل ما استمعنا الى هذا الكلام، والله مرات واحد لما يستمع هو صدق يحزن على هذا الفكر، لكن مع ذلك يفرح، يقول لاحظوا الخوف منا، لاحظوا الخوف من دليلنا، لاحظوا الخوف من هويتنا الشيعية، لاحظوا الخوف من مذهبنا، لاحظوا الخوف من انتمائنا. هذا الشيء يدل على انه احنا ابناء دليل، دليلنا يؤثر، دليلنا يسري، دليلنا يصل، دليلنا يؤثر. لذلك هذا الشخص عادي جدا انه يسمح لشخص يعبد يعني غير الله، من الممكن انه يعبد لبقرة فارة، شيء طبيعي جدا، الا الشخص الذي يتبع الكتاب والعترة هذا الشخص مرفوض. لكم الحكم بختام الفيديو كالعادة بقناة خواطر فكرية، نستعرض لكم المادة العلمية ونترك الحكم عليها. اخواني اخواتي لا نريد ان نطيل اكثر، فقط اقول بختام الفيديو اذكروا محمد وآل محمد وفي امان.